رأيت رجلا من أمتي على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا. تصوروا الصراط منصوب على جهنم، الكلاليب والنار، وهذا يحبو ثم يتعرقل لا يستطيع المشي. تصوروا العذاب الذي أصابه. يقول صلى الله عليه وسلم: فجاءته صلاته علي فأقامته فأنقذته من النار. صلى عليك الله يا علم الهدى. صلاة على صلى الله عليه وسلم عظيمة، يكفي في عظمها أن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جلس الرسول مع الصحابة قال: إني لا تعجب من إيمان قوم أو خلق، من تظنون؟ يقول: في ناس أنا متعجب، مخلوقين متعجب من إيمانهم. الصحابة يوم سمعوا متعجب الرسول يتعجب من إيمان، معناتهم أعلى منه في ظنهم. قالوا: الملائكة يا رسول الله؟ قال: لا لا لا، أولئك خلق قربهم الله، يطيعونه ولا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون، هذول لهم مكانة خاصة. قال بعض الصحابة: إذن الأنبياء والرسل؟ قال: لا لا، أولئك قوم اصطفاهم الله لرسالاته وأنزل عليهم وحيه. قالوا: إذن من؟ أنحن يا رسول أصحابك لأننا التقينا بك؟ قال: لا، أنتم أصحابي فقد رأيتموني وأنا بين ظهرانيكم. إذن من يا رسول الله؟ قال: أعجب من إيمان قوم آمنوا بي من أمتي ولم يروني. قال: أعجب من إيمان قوم آمنوا بي من أمتي ولم يروني.